السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتكم أخوات فاضلات، معكم أستاذ صادق. هذا الفيديو فقط لتوضيح تجربة قمنا بعملها اليوم من أجل بناء AM Amplitude Modulation Transmitter and Receiver باستخدام الجنو راديو. جنو راديو هو يعتبر واحدة من المنصات مفتوحة المصدر لبناء ما يسمى بالSoftware Defined Radio أو SDR. طبعا تم تنصيبه، يعني إن شاء الله راح يكون هناك فيديوهات كثيرة جدا عن كيفية التنصيب في يعني لينكس أوبونتو وغيرها من الأنظمة الأخرى، كيفية بناء الأنظمة، يعني ما يسمى بالجنو راديو كومبانيون اللي هو هذه يعتبر الواجهة الرسومية اللي من خلالها نستطيع يعني فقط عمل دراج أند دروب لمختلف البلوك دايجرامز من أجل بناء مختلف أنواع الـ يعني الشبكات أو الـ الأنظمة للاتصالات بصورة عامة. هنا أنا مثل ما قاعد تلاحظون، يعني طبعا بعد ذلك يعني ممكن انه نقوم بتضمين فد شيء يشبه الاوسيلوسكوب، يعني لعرض الاشاره. هذا اللي قاعد نشوفه هنا، هذا الفوليوم، السامبلنج ريت، سيجنال 1 سيجنال 2، هذا الامبليتيود وهذا التايم. الان حاليا مثل ما قاعد تلاحظون هذا الترانسميتر، قمنا ببناء الترانسميتر وثم امرار الاشاره عبر شانل من نوع تي سي بي سوكيت. بعد ذلك في طرف الريسيفر اللي هو الاي ام ريسيفر، هنا أنا ايضا مثل ما قاعد تلاحظ انه هذا عندنا الاشاره بعد ما عملناها يعني دي موديوليشن، اعاده التضمين او فك التضمين. وايضا مثل ما قاعد تشوف هنا يعني حاليا عندما نقوم بالسكوت، طبعا هنا الانبوت هنا استخدمناه هو الاوديو، يعني الميكروفون السماعه والميكروفون الخاص بالحاسبه. فهنا الان عندما نقوم بالسكوت تلاحظون بانه هنا الاشاره راح تكون ثابته. نفس الشيء بالنسبة لي الاوتبوت، يعني هنا الاشارة دخلت من الميكروفون من السماعة الى الـ AM modulator، ثم بعد ذلك عبر يعني مثل ما ذكرنا TCP IP socket، بعد ذلك دخلت على الـ demodulator، عملنا عملية الفلتريشن، عملية الشانلايزيشن، النويز ريدكشن الى اخره، لو باس فلتر، وبعد ذلك طلعت عندنا هذه الاشارة النهائية، هذه المستلمة يعني. هنا مثل ما هو واضح هنا عندكم هذا الترانسميتر وهذا الريسيفر، ان شاء الله راح يكون يعني اكو شرح مفصل على كيفية بنائها، وباختصار راح يكون ايضا الرابط الخاص ب يعني شرح كل مكوناتها موجود ان شاء الله اسفل هذا الفيديو. فخليكم ويانا ان شاء الله، هذا راح يكون هو يعني مسار جديد في شرح الاتصالات في القناة. تحياتي للجميع ومع السلامة.